بسم الله وبركاته. معكم المنسق العام الوطني والدولي وممثل الإدارة المركزية لجمعية ولحركة الشباب الملكي للمغاربة عبر العالم. إننا بصفتنا هاته نمثل جمعية حركة الشباب الملكي للمغاربة عبر العالم، وكذلك حركة الشباب الملكي للمغاربة عبر العالم، ونقول بأننا نتقدم بهذا البيان الاستنكاري والبيان التنديدي بهذا العمل الشنيع وهذا الجرم الذي مس بسيادة الدولة المغربية، وإننا لا لمسنا في السلطات الفرنسية عدم احترامها لسيادة الدولة المغربية بأن تركت مجموعة من المرتزقة وهم البوليزاريو الانفصاليين، وكذلك مجموعة من الانفصاليين الذين يرفعون أعلام غير العلم الوطني الرسمي الأحمر ذا النجمة الخضراء، يرفعون أعلام أخرى ويطالبون بتجزيء المغرب، يطالبون بإنشاء دولة خاصة بهم في جزء من التراب ديال المملكة المغربية. هيهات ثم هيهات أن يتحقق لهم هذا الطلب. ومع ذلك السلطات الفرنسية سمحت لهؤلاء بالتجمهر ضد سيادة الدولة المغربية، وسمحت لهم كذلك والأكثر من ذلك سمحت لهم بحرق العلم الوطني أمام أعين رجال الشرطة بالزي المدني والزي الرسمي الفرنسيين الذين لم يحركوا ساكنا، علما أن حرق العلم الوطني في حد ذاته يشكل جريمة يعاقب على القانون الجنائي في أي دولة حتى في فرنسا. لو تم حرق العلم الوطني الفرنسي فإن الحريق سيتعرض للمتابعة وللعقوبة طبقا للقانون الجنائي للدولة الفرنسية، فهي تشكل جريمة في أي دولة. لماذا؟ لأن العلم الوطني هو يمثل سيادة الدولة، ونحن هنا لا نقول بأنه على فرنسا أن تحمي المغرب أو تدافع لصالح المغرب، لا، نقول للسلطات الفرنسية بأن تحترم مبدأ من المبادئ العامة وقاعدة من القواعد العامة الراسخة في القانون الدولي والعلاقات الدولية، وهي عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الأعضاء داخل المنتظم الدولي التابع للأمم المتحدة. هذه مبادئ دولية وهذه علاقات قانونية دولية، وفرنسا كان عليها أن تحترم هذا المبدأ وأن لا تترك أيا كان بالتجمهر ضد سيادة أي دولة، ما خصهم يكونش المغرب، أي دولة ما خصهمش يتجمهروا ضدها، لأن الحريات العامة والحقوق والمواطنة والتشبع بهذه المبادئ ليس معناه المس بسيادة الدول. الحريات، حنا أيضا عندنا حريات عامة وعندنا حقوق جاء بها الدستور 2011 في المغرب، ولكن هذه الحريات، حرية التعبير، حرية الرأي، حرية اتخاذ المواقف، حرية التحرك، حرية التجمهر، حرية التنقل، هذه الحريات كاملة تنتهي عندما تمس بالغير، عندما تسبب ضرر للغير تنتهي هذه الحريات ويتدخل القانون هو الفيصل. لذلك نقول بأن السلطات الفرنسية كان عليها أن تضع نصب أعينها بأن المغرب راه دولة صديقة ودولة تربطها بفرنسا روابط تاريخية وروابط وطنية وروابط ديال الصداقة وروابط حتى ديال الدفاع المشترك، لأن فرنسا عرفت دخول جنود مغاربة الذين حرروا التراب الفرنسي ودافعوا على السيادة الفرنسية ضد الاستعمار الألماني، وكان على فرنسا أن ترد الجميل قبر الجندي المجهول لا زال بفرنسا، جندي مغربي مجهول. وكم من القبور المغاربة الجنود الذين دافعوا على السيادة الفرنسية وتوفوا بفرنسا، استشهدوا هناك وماتوا دفاعا على السيادة الفرنسية وعلى استقلال فرنسا. لماذا ترد لنا فرنسا الصاع الصاعين؟ بالعكس، لماذا لا ترد الجميل
وعلى الأقل لا تسمح بمثل هذه المظاهرات التي تمس بسيادة الدولة المغربية، لا تسمح بحرق العلم الوطني الرسمي، بل يجب متابعة من حرق العلم الوطني الرسمي متابعة جنائية أمام المحاكم الفرنسية. ونحن سنقوم برفع شكاية ما دام المعلومة التي توصلنا بها أن السيدة التي أحرقت هذا العلم هي من ناظور، وما دام هذه الجريمة النكراء قد تمت نشرها وإشاعتها عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل الإلكترونية دوليا، فإن الاختصاص الجنائي ينعقد للمحكمة الابتدائية للناظور للبت في هذه الجريمة، وسوف نرفع شكاية باسم جمعية حركة الشباب الملكي للمغاربة عبر العلم لمتابعة السيدة من أجل هذا الجرم الذي قامت به وهو إحراق العالم الوطني. ونقول كذلك على السلطات الفرنسية أن تعتذر للمغرب، للسلطات المغربية، لأنها أخلت بالتزاماتها وتركت الانفصاليين وتركت المرتزقة يجتمعون ويتجمهرون ضد سيادة الدولة المغربية، وأمام أعين الشرطة الفرنسية يتم حرق العالم الوطني. هذا غير معقول وغير مقبول ولا نقبله من دولة صديقة. لذلك فإننا نوجه رسالة إلى السفير الفرنسي في المغرب واستفسار لكي يقول لنا ما هو السبب الذي جعل السلطات الفرنسية تتغاضى عن القيام بواجبها إزاء هؤلاء المتجمهرين، هؤلاء المرتزقة، هؤلاء الانفصاليين ضد سيادة الدولة المغربية. ما هو السبب؟ نحن لسنا بدولة عدوة لفرنسا، بل نحن دولة صديقة لفرنسا، وتربطنا روابط كثيرة تاريخية وحضارية وروابط كذلك حتى في إطار المعاملات. لماذا فرنسا تخل بالتزامها الدولي ولا تحترم القانون الدولي ولا تحترم علاقات التاريخ وعلاقات الحضارة والصداقة التي تربطها بالمغرب؟ يجب على السفير الفرنسي في المغرب أن يجيب على السؤال، ويجب على السلطات الفرنسية أن تعتذر وأن تقوم بواجبها إزاء من ارتكبوا هذه الأعمال الإجرامية. وشكرا لكم. ملك يا ملك، وشعبك يا ملك، وشعبك يبغيك، وشعبك يبغيك، يا ملك يا ملك، وشعبك يبغيك، يا ملك يا ملك، وشعبك يبغيك، يا ملك يا ملك.